النوافل هي التي تميز بين الناس في الآخرة، إنما يرتقون الناس في الآخرة في المراتب العليا بسبب ماذا؟ عباداتهم الزائدة على الفروض. ولهذا الإنسان يحتاج أن يزيد في كل فترة سنة جديدة، وكما قال سفيان الثوري رحمه الله قاعدة جميلة، يقول إذا بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكون من أهله.